جدع يا بت يا نيل، ده انت طلعتي بت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس اجاز بتشكري فيا، انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشة ده، نطور لي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضو. صح، واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا هبل، داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس وش؟ انت عبيط. خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي، ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرايه شوشه بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده ديتوكس. ومفتح الباب. ايه الديتوكس ده، منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمره؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفاره عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى. هاي سيف. انا تعبت خلاص، انا عمري في حياتي ما دخلت اسم، عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم، عملت دليدة لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف، ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات، يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم السيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح، كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اطل، الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. كتك ست النيله، انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي، مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. مين نعمل؟ مين نعمل حرامي؟ ايه؟ اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه؟ اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامدة بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيرة لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟
خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره عزبه العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينه الشمامين. خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبه العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. اه حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبه العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره؟ اه بكره يا معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة، زق قوي انت. مع السلامة، باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. يلا هاني. ايه ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح، انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحق في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس مش متخافش، مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود، اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه، لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده. هو مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي اهم من الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش، انزل انت، نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين هاني الدبدوب؟ وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الصلاح حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابني ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده؟ معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت يا عم؟ بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شوشو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. اه خش يلا خش جوه. طب انا جوه العربوية. جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني. انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لو مش عارف فين المعلم منعم وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسى توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش بعرقها. ما يغلاش عليك. اخلص عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا. انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف هتف علي تف تف علي
تعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. طب خليها تف على الطلاق لا اقتلك. لا 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 الله. حد ليه يشوف حاجه؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. جايز. هي عيقه. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجع انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطني من الصبح. ده انت ولعك زخانة بحالها. خد يا شيبة. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراءة حلوة مفيش كلام. بس أخد الحق صنعة. واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبه دي. ده لو ادينا لك الشيبسي شوفوا يعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم أولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذة. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو. انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع تاكله هو سايح، ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف كتر مصاريف ولا.